امال انا اعمل ايه؟ فالرب انعم عليا لغايه دلوقتي ماشي خطوه بخطوه فيه، ما حصلش يوم ربنا ما ادانيش حاجه جديده واثنين وثلاثه واربعه في سفر اشعياء. النهارده اداني حاجه لاول مره اعرفها في حياتي. فننتبه من فضلكم من القرايه، احنا ركز كم عدد قليلين ونحاول نسمع عن في الاجابه، وبعدين نحاول نستخرج الاجابه اولا منكم وبعدين هساعدكم باللي ربنا قاله لي. اشعياء 28 شكرا للرب. هنقرا، احنا خدنا المره اللي فاتت عدد كام؟ 10. برافو عليكم، برافو عليكم. طيب نقرا 10، عدد 10 مره تانية لانه هيساعدنا شوي مع بعض. نقرا لانه امر على امر، امر على امر، فرض على فرض، فرض على فرض، هنا قليل هناك قليل. نقرا من عدد 11 والى عدد 16، يعني نقرا 16 كمان، نقراهم بالتبادل وارجو التمعن فيهم. انه بشفة لكناء وبلسان اخر يكلم هذا الشعب. تفضلوا. فكان لهم قول الرب امرا على امر، امرا على امر، فرضا على فرض، فرضا على فرض، هنا قليلا هناك قليلا. يكمل بقى، لكي يذهبوا ويسقطوا الى الوراء وينكسروا ويصادوا فيؤخذوا. تفضلوا. لأنكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهوية، الصوت الجارف إذا عبر لا يأتينا، لأننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استترنا. نصلي. أبانا السماوي نشكرك لأجل وجودنا في حضرتك في هذا الوقت، ولأجل كل ترنيمة دخلنا بها إلى محضرك، ولكل تفاعل قلبي أثناء الترنيم لكي ندخل إلى حضرتك الإلهي. والآن يا رب نحن نريد أن نستمع إلى كلامك لنا، تكلم إلينا يا رب، فنحن عبيدك سامعين، ولاسمك نهدي كل إكرام ومجد إلى الأبد، آمين. مين عنده بداية تفسير للجزء اللي قريناه؟ وإن كان هيبقى صعب البداية ممكن نفسر شوية كده تسهيل الأمر يعني. تفضلوا، حد عنده بداية تفسير يساعدنا. تفضلوا. نعم، عدد 11، احنا 10 خدناه. إنه بشفة لكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب، وإلى الآخر إلى لغاية عدد 16 اللي احنا برضو قريناه. آه.
الحتة الأولى اللي حضرتك قلتها أعتقد باينة في التفسير، لكن الحتة التالية الذين قال لهم، مين اللي قال وقال لمين؟ قال لهم، قال لمين؟ بيقول لهم إيه؟ الذين قال لهم، إيه الرازح ده؟ مين الرازح؟ حضرتك قلت ده لما سبوا، هل ده أثناء السبي ولا إمتى؟ يعني طيب معلش، ما أنا موافق معاك لغاية دلوقتي إحنا ماشيين مش وحش. إمتى قال لهم كده؟ طيب لا أنا هبلغ لك الفكرة بتاعتي. أريح الرازح وهذا هو السكون، ولكن لم تشاءوا أن تسمعوا فكان لهم. إمتى حصل التحول هنا من حاجة لحاجة؟ لم تشاءوا أن تسمعوا فكان لهم، فكان لهم قول الرب، مش كده ولا إيه؟ كلامك مفهوم صح، بس الفكرة إمتى حصل التحول؟ يعني هنا حصل تحول، التحول من إن ربنا بيقول لهم أريحوا الرازح وإيه؟ هذه الراحة، أريحوا الرازح وهذا هو السكون. دي الخطوة الأولى. حضرتك قلت شاف لك نادي في الآخر، ده مظبوط برضه، لكن هنا بيحكي تاريخ ما سبق ذلك. فأول خطوة كانت أنهم قال لهم هذه هي الراحة، أريحوا الرازح وهذا هو السكون. وبعد صبرك عليا، كلامك صح، بس هي الفكرة إن هم حاجتين مش حاجة واحدة. بيقول كده هذه الراحة، أريح الرازح وهذا هو السكون، وبعدين ولكن لم يشاءوا أن يسمعوا فكان لهم قول الرب. دي حاجة تاني، وبعدين كرر أمرا على أمر، أمرا على أمر، فرضا على فرض، فرضا على فرض، اللي الكلام اللي فات، بس هنا بيكملوا بقى، هنا قليل هناك قليل لكي يذهبوا ويسقطوا إلى الوراء. مقصود به بالكلام ده المرة دي لكي يذهبوا ويسقطوا إلى الوراء وينكسروا ويصادوا فيؤخذوا. برافو عليك، دي ملاحظة حلوة يا دولة، صح الكلام ده كانوا في أورشليم. كل ده صح، أنا سؤالي إمتى؟ إمتى الفترة اللي كان فيها بيقول لهم أريح الرازح، وإمتى الفترة اللي هم فرض على فرض؟
لا ما غيرش في الكتاب. لا هي فكان مش وكان. تفضل. لا برضه حتى يوحنا المعمدان للتوبة مش انهم تابوا، لا ما تابوش، ده بيعمدهم لانه بيعلنوا خضوعهم ليوحنا وبيرجوا منهم التوبة. نعم طيب، كانوا جم ناس عنده وهم من الفريسيين وقال لهم يا قساه وشتمهم يوحنا. مش كل اللي جه ليوحنا كان تايب، ده جايين لان في نبي بيقدم طريق للتوبه بطالبين الطريق ده، لكن ما تابوش. ده تفسير، لكن أعتقد لا يطابق الكتاب بالضبط. أنا رأيي الشخصي طبعا ممكن أنا أكون غلطان جدا، لكن ما أقول لكم اللي أنا يعني ربنا ادوني، أنتم براحتكم تقولوا إيه، لكن أنا في تصوري أن دي مراحل. المرحلة الأولى كان الرب يتعامل معهم، هذه هي الراحة أريح الرازح. المرحلة الثانية أمر على أمر، والمرحلة الثانية أمر على أمر لكي يصادوا ولكي يؤخذوا ولكي يسقطوا، والمرحلة الثالثة السقوط، والمرحلة الرابعة الخلاص. أربع مراحل في الآيات اللي قلناها دول. أنا ما عنديش مانع أقول أي تفسير، بس بشرط يكون مطابق للكتاب بغير إيه يعني قص ولز، زي ما قلنا امبارح كان عندنا عند الأخ ميلاد، قلنا إنه في يعني كلمة اسمها أستاذي الكبير الدكتور مفيد إبراهيم سعيد، كان مرة في عظة كده ما كنتش مستريح لها فبسأله، قال لي يعني ما هو يعني المجموعة دي بتحب تقص المفرش على قد الترابيزة، فأنا كل ما أسمع وعظة كده أحسه بيقص حتة من الوصية عشان تناسب الطائفة بتاعته أو تناسب فكره الشخصي اللي هو عايز يثبته، فبيقص الآية وأحيانا يزود الآية. ده نظام ما أنا أعتقد أنه نظام غلط يعني بصراحة، يعني الآية فوق رأس الإنسان بس يتأكد أن ترجمة مظبوط، يبقى لازم يفسرها مظبوط. فده أنا التفسير اللي وصلت له اللي هو أربع مراحل ورا بعض. اللي برضو يحب يكمل المراحل يقول لي، بس يقول لي المرحلة الأولى دي فين طيب، أو الثانية فين ولسه جاي مرحلتين. ده بالظبط امتى كانت بره المرحله دي؟ بالظبط. حلو، دي احنا وصلنا المرحلتين دول اللي قالوا جورج. الحقيقه انا شخصيا هو اللي طلعت بيه، بس لسه ما فسرناش امتى المرحله الاولى وامتى المرحله الثانيه.
لا انا سوري ما فهمتهاش، كررها تاني بالبلدي كده. ما انا فاهم. طب الاولانيه فين؟ فين في التاريخ بتاع شعب اسرائيل؟ يعني الاخ جورج فسرها، قال في كلام اشعياء له. التفسير ده يمكن ما يناسبش قوي، هقول ليه يعني. حضرتك قول لي امتى كانت ان بيقول لهم اريحوا الرازح؟ البدايه اللي هي فين؟ طيب الاخ ده قال الكلام ده، حد اخر عنده تفسير تاني يقول لنا ايه الاربع مراحل دول؟ يقول الحمل يكفي بعدد خمسه. اتفضل. لما يقول بذلك اليقوم يقول رب الجنود اجليم كمال وسج بهاء لبقيه الشعب، وبعدين يروح ماسك في بقيه الشعب دي ويقول حتى هؤلاء ضلوا. ايوه هو ده تفسير عدد خمسة وستة. خمسة كان بيتكلم الإسرائيل، وكان بقية شعب اللي هم يهوذا، ودول رخر ضل. فده التفسير زي ما حضرتك فاكر، ده اللي كان لنا الأسبوع اللي فات أو اللي قبله. لكن دلوقتي بيفسر حاجة تاني، تاريخ بني إسرائيل. أقول لكم التفسير واحكموا زي ما قال الرب، إن الجماعة الفهماء يحكموا يشوفوا صح ولا غلط. الركيزة في هذا التفسير والتدليل على صحته أنه أمر على أمر وفرض على فرض اللي ذكرت مرتين في هذا الأصحاح، المرة الأولى في عدد عشرة، وأمر على أمر وأمر على أمر وفرض على فرض وفرض على فرض، هنا قليل هناك قليل. تفتكروا ده يرمز لإيه في العهد القديم؟ الأمر على أمر والفرض على فرض. ايوه على ايه؟ برافو. يبقى اذا هنا يتكلم عن الناموس، امر على امر وفرض على فرض، يتكلم عن الشريعه اي الناموس، الوصايا اللي اعطيت لموسى في البريه. مش كده؟ ليه؟ مليان اوامر، مليان فرائض، مليان احكام. يعني مش بس أمر على أمر وفرض على فرض وأحكام على أحكام وشريعة على شريعة. طيب إيه الفترة اللي قبل كده كان ربنا بيقول لهم أريحوا الرازح وبالسكون؟ أريحوا الرازح وهذا هو السكون، ولكن لم يشاءوا أن أسمعوا. إيه اللي قبل الناموس؟ لو قبلنا دي الناموس يبقى التاني قبلها، ولكنهم لم يشاءوا. ايه اللي قبل الناموس؟ اللي هم الاباء، ابراهيم واسحاق ويعقوب ونسلهم يوسف وغيره.
والنتيجة النهائية لهذا الشعب ابتدت طيبة. إبراهيم خرج من أور الكلدانيين بالإيمان، خرج إبراهيم وجاء إلى أرض كنعان، وبعدين بالإيمان قدم ابنه إسحاق، وبالتالي إيمان إسحاق أنه قبل أن يقدم، وبالإيمان يعقوب. هنا ما كانش في شريعة، كان كل السلوك بالإيمان، كانت الوصية موضوعة في القلب. هو الضمير وأكثر صدقني من الضمير، ده إرادة الله بالضبط. يعني هي الشريعة بتتكلم في الضمير، وفي من أطاعها بصفة مذهلة يوسف الصديق، عشان كده يعقوب بارك يوسف بركة رهيبة جدا. فالحالة دي لم تستمر مع بني إسرائيل خالص، ويقول لم تطيعوا أو لم تشاءوا، لأن عندنا قصص كتيرة في العهد القديم من أيام الآباء، أيضا من أيام الآباء إبراهيم لوط كان موجود، لوط عاش عيشة غير مقبولة، لوط البار مغلوب من سيرة الأردياء في الدعارة، وانتهت الآباء هي ثلاث بطارك لغاية يعقوب. طبعا يوسف ده فاز، ده مش عارف بنسميه ايه، ربنا يعني هيورينا منظره فوق شكله ايه رهيب، يعني ما تكلمش عنه وهو بيقول انا اله ابراهيم ويوسف ويعقوب، ما قالش يوسف، قال ابراهيم واسحاق ويعقوب. لكن مثلا يهوذا ابن يعقوب اللي منه المسيح قال لواحده، قال لها هات يدخل عليك، فاكرينها مين؟ طبعا ايه خويا ايه ده، واحد من اولاد يعقوب، ده احنا بنتكلم على خطيه واحده اللي هي الزنا، كم وكم باقي الخطايا. فلذلك كان كلام الرب بهدوء في قلوب الكل، وبأحلام يعقوب شاف حلم، يوسف شاف حلمين، وكانت قيادة الرب ليعقوب واضحة جدا، أنه بعصاه عبر الأردن الأنصار جيشين. لكن لم تشاءوا، ده كان الأسلوب العام، مش من البطار كدور من نسله، لدرجة أنه لما فرعون لم يقبل كلام موسى وأدب المؤدبين اللي هم الناس الكبيرة الإسرائيلية وضربهم، كان هيرجموا موسى، وموسى تعم ربنا لماذا أسأت إلى هذا الشعب. موسى مش غلطان، لأنه لكن طبعا اتضايق جدا، لأن احنا مضروبين، جاي تهيج الدنيا علينا، وكان هيجننوا معاه، متعبانين معاه جدا، وربنا حماه. فلذلك جه الناموس. وهل عندنا آية في الإنجيل تقول إن الناموس ما كانش في فكر الله إلا إنه زيد؟ حد فاكر آية زي كده؟ الناموس زيد بسبب التعديات. إيه التعديات دي؟ لم يشاءوا في العهد القديم أن يطيعوا الرب، لما كان بيتكلم بهدوء معاهم. أخنوخ صار مع الله، ربنا خده، إيه العز ده؟ يا ريت كله كده؟ لا مش كله كده. بس القساوة زادت خالص بعد الآباء دول، الحقيقة ربنا فرحان بيهم، مع أنه كل واحد عنده غلطة أو اثنين أو ثلاثة أو عشر، لكن لأنه بداية الإعلان ليهم أنهم مشوا معاه، فسمي إبراهيم أبو المؤمنين، ويعني إسحاق أخذ رمز المسيح بصورة رهيبة جدا هو على المذبح، فالرب كان فرحان بي أوي وبابوه طبعا، ومن أجل ذلك أقسمت وإداله القسم أن المسيح يأتي من نسله. فالغلط بتاع البشر من وقتها لغاية لما موسى طلعهم، الرب ده ما ينفعش معه إلا إيه؟ أمر على أمر وفرض على فرض، اديله الناموس. هل بالناموس خلاص؟ ما فيش بالناموس خلاص. بولس فصل لنا كل الكلام ده في العهد الجديد، ده كان أكتر واحد يحب الناموس هو شاول، لما اكتشف إن الناموس ما بيخلص، بنعمة الرب اكتشف كده، فقال لقد زيد بسبب التعديات،
ليه؟ زي ما قال إشعياء، لأنهم لم يشاءوا الخطوة الثانية، فرض على فرض. هي دي الخطوة اللي جاية دلوقتي اللي حد اتكلمت عنه، دي الخطوة الثالثة. إيش زيد؟ يعني زيد مش فكرة الله خالص. زيد ولا زيدة؟ زيدة يعني أضيف الناموس إلى التعامل الله مع إسرائيل. أزيدة أزيدة زيدة دي معناها أزيدة بالظبط. فزي التعامل الأول ما نفعش يبقى لازم نربط الشعب ده، لأن ربنا مش عايز يربط شعبه. في حد فيكم ربط مراته؟ طب ما دي ده شعب الله، يربطه ليه؟ اضطر يربط عشان تصحصح انت. ايه هوزة اللي انت عملته ده؟ ما قلت لها ايه الكلام ده يتقال ده من واحد المسيح جاي منه؟ ايه ده؟ والتاني والتالت والرابع. فزيد الناموس بسبب التعديات، تعديات كتير 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 كتير. فقال لموسى اطلع لي فوق بقى في الجبل ده، في جبل سيناء، واداله الفرائض والاحكام. فيبقى اذن اريحه الرازح، وهذا هو السكون، ده تعامل الرب مع البطرك الاول والثاني والثالث واليوسف والشعب ودخولهم مصر، وتعامل الرب معهم في مصر لغاية لما بجبروت كبير طلعهم. وكان ممكن ينتظر أكتر من كده، لكن كان جاء الوقت بعد ما عملوا العجل لازم. لا طبعا كان طلع موسى، يعني قبلها كان ربنا عارف هيحصل ايه، وربنا عارف من أولها هيحصل ايه. لابد من الشريعة، أربط الشعب، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده. الأمة اتريقوا عليها بعدين في أيام إشعياء، قالوا ده بيقول لنا شوية كلام فارغ، إيه اللي أوعى تعمل أوعى تعمل. عشان كده حصل بقى اللي قالوا دلوقتي أخويا عدلي، إن هم أسلمهم الرب إلى ذهن مرفوض. دي الخطوة الثانية. نعم يا حبيبي. أيوة طبعا. إزاي؟ ازاي ما حصل؟ تعبد العجل يا حبيبي اكتر من كده ايه؟ ازاي ما حصل؟ كان لابد من اعطاء الناموس. كان بموسى فوق وهم بيعبدوا العجل تحت، فقال له روح شعبك فسد يا موسى وكسر لوحي الشريعه. قال له اطلع لي تاني اديك نفس اللوحين، بس انت تعملهم بقى ويعني انا اكتب لك عليهم، بس انت تعمل اللوحين وتقول. طيب بعد كده حصل ايه بقى؟ لم يشاءوا ان يسمعوا، فكان لهم قول الرب امرا على امر، امرا على امر، فرضا على فرض. نفس الكلام بالضبط اللي ذكر قبل كده، فرضا على فرض، هنا قليل هناك قليل، لكي يذهبوا ويسقطوا الى الوراء وينكسروا ويصادوا فيؤخذوا. ايه ده بقى؟ ان مسلم يعثر الخلاص. هو الناموس يعني فخ شوية صعبة. الناموس قداسة الله، والإنسان لا يقدر أن يطيع الله، فدالهم الناموس. طب يعني أنتوا يعني الخلاص يكون إيه دلوقتي؟ طب طيع الوصية دي، ومن يحفظها ومن يعملها يحيى بها، طيع الوصية دي. فالطبيعة البشرية ما تقدرش تطيع الناموس. لما نلاحظ مع إبراهيم كان كل الكلام إيه؟ كل الكلام إيه؟ الوعد 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 الوعد. ما حدش عاش الوعد ده خالص، ما حدش عاشه. بقى في واحد في مصر فاكر الوعد، بس اللي لنا يهوى خلاص، يهوى هيعمل لك ايه ما يعرفش، لكن هالينا يهوى زي علينا رب، رب هيعمل لك ايه ما فسرليش، انا ما اعرفش يعمل ليه. فكان الناموس عشان يقول له طيب انت تعال للرب برجليك، تعال للرب برادتك، اعمل هذه فتح، لا تزني، محدش ما قدرش، في جاز ناس ما زنتش مش كله يعني، لا تقتل برضو مش كله قدر ما يقتلش. الوصايا العشر، وزادت الوصايا وزادت الفرائض وزادت الأحكام،
والكل الجميع ايه زاغوا وفسدوا معا وعوزهم مجد الله. اللي هي بقى الآية اللي هنا دي، لكي يذهبوا يعني في يبعدوا عن الوصية بقى خلاص مش عارفين يطيعوها، ويسقطوا إلى الوراء وينكسروا ويصادوا. هو ده بالظبط بالظبط بالظبط. لا كأنه كان مستتر إلى حد ما، وظهر فجأة رب بالمشهد عشان يضع حد للمهزلة اللي حصلت في الكعبة بتاعه. فيبقى أول نقول لهم من تاني، يبقى أول حاجة إن كان الرب بيتكلم بهدوء وسكون مع البطاركة ومن بعد البطاركة. وبعدين جه الرب أعطى الناموس نمرة ثلاثة، دوكهم لم يشاءوا، ما قدروش يستمروا في العلاقة مع الرب. مثال بسيط خالص، من إبراهيم ليعقوب، الرب اتكلم مع إبراهيم ومع إسحاق ومع رفقة ومن يعقوب كذا مرة كذا مرة. مثلا قال لابراهيم كتير، قال له كتير. ساره قال لها برضه. اسحاق قال له، لان العهد وصل لاسحاق، نفس العهد بتاع مع ابراهيم وصل لاسحاق. رفقه قال لها في بطنك امتي. يعقوب قال له وهم رايح لبيت ايلانك وهو نايم قال له. يعني سلك معاهم لغاية كده. طيب من آخر رؤية شافها يعقوب، وغالبا هي لما بنته زنت وقال له قم اذهب لبيت إيل، ده حسب ذاكرتي آخر رؤية شافها يعقوب، لغاية ما ربنا ظهر لموسى في البرية. دي مسافة عبارة عن كم سنة؟ أكتر، ممكن 500 ممكن 460 470 اكثر، لان هم قعدوا في هناك في مصر 430 ولسه كان يوسف ما راحش مصر، ف 430 بلس. ظهر ربنا لكم واحد؟ ولا واحد، ما اتكلمش. مين ظهر له ربنا وكلمه؟ مين؟ ولا واحد، الا موسى لما اطرد وظهر له وقال له هرجعك. موسى بقى رمز الناموس، حديهم الناموس، لأن مدة كبيرة 400 سنة وشوية مش عارف أتكلم مع حد، مش عارف أعيش معاهم زي ما أنا كنت عايش مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهنا لم يطيعوا، إداهم الناموس، إداهم الناموس. الناموس طلع بقى صعب قوي، صعب قوي. يعني كفاية إن ابن يعقوب الكبير، ابن يعقوب الكبير يزني مع جارية رحيل. ايه خويس ايه ده بكر يعقوب اللي مفروض ليه البركة، ما البركة للبكري، ده بكر يعقوب راح عمل العملة دي. وتوالت العمليات سواء هذه او غيرها، الرب صامت تماما مش عارف يتكلم مع مين. فكان التدبير الثاني هو الناموس، وقال لموسى كده وموسى أطاع، والقصة المعروفة راح وأخرج الشعب والهيصة الكبيرة وخرج المصريين معاهم، معجزات كبيرة خالص، معجزات كبيرة خالص، لأن الرب ابتدى يتكلم مع موسى. كان الرب يتكلم موسى بطلاقة على طول وجه لوجه كده، واداله الشريعة حتة حتة. فاللي حصل انه ما قدروش يطيعوا الشريعه. اتاري ربنا مش مديها لخلاصهم، لا مديها ايه؟
لتكسيرهم. ليه؟ لأن الناموس لا يخلص. الناموس يربط التعديات، قد زيد بسبب التعديات. طب امال ايه اللي يخلص؟ ما فيش غير واحد بس. مين هو ده؟ اسمه مين؟ اسمه الوعد اللي انا قلته لكم زمان يا بني اسرائيل، ده زياده عشان اربطكم. طيب حصل ايه النتيجه بقى؟ رد فعلهم زي ما قرينا، ليذهبوا يسقطوا للراء ينكسروا يصادف ياخذوا. ازاي؟ لذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهزء ولاة هذا الشعب الذي في اورشليم. مين ولاة الهزء دول؟ اللي هم رؤساء الشعب، الوالي، رئيس السبط مثلا، القضاة، الكهنة. ما الناموس فيه كهنة وفيه قضاة، فيه حاجات كتيرة. الناس بقى اللي هم دول ناس لهارون، اللاويين، ومش قادرين يطيعوا الناموس. فعملوا ايه بقى؟ فكرة شيطانية رهيبة، ده اللي هو سقطوا فيها، وقبل ما يندمجوا فيها خالص ربنا اداهم الحل، اللي هي ايه؟ طب بدل احنا مش قادرين نطيع الناموس وربنا بيزعل مننا ويضربنا، ضربهم ولا ما ضربهمش في البرية؟ 600,000 واحد ماتوا، ما ضربهمش ازاي؟ طيب دلوقتي احنا مش عارفين، مش قادرين نعمل حكاية، تعال بقى نعقد عقد مع الموت. مين اللي بيموت الناس؟ فكرهم الشيطان بيموت. لذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهزء أولاد هذا الشعب الذي في أورشليم، لأنكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهوية. ده السقوط بقى، السقوط العظيم، إن ولاة الشعب يقولوا للهوية احنا معاكي بس خففي علينا شوي، لأن احنا مش قادرين على وصايا ربنا. الصوت الجارف، إذا عبر الصوت لما يعبر علينا هيبقى خفيف شوية، مش هيبقى جارف قوي، لأن احنا بين أصحاب الشيطان، ولغاية دلوقتي اللي بيعبدوا الشيطان لهذا الفكر، عشان الشيطان ما ياخدهمش جهنم، ففاكرين إنه ممكن يعبدوا الشيطان. وفي عهود بين الناس وبين الشيطان، عهود ممكن بتتكتب بالدم من الإنسان، طبعا الشيطان ما عندوش دم، لكن هو بيقول له أنا ليك ويسيح حتة من دمه بطرق كثيرة، يعني مش كلها معلن لينا، يعني طرق سريه كده، لكن ربنا طبعا عارف كل حاجه. قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهويه. الصوت الجارف اذا عبر لا ياتينا، اذا احنا اولاد الشيطان ياتينا السيف بتاعه ازاي؟ كل ده مفهوم غلط، لكن هم بيقولوا كده فاكرين ده يريحهم. ليه ما يجيناش الصوت الجارف؟ لان احنا اتباع الشيطان 100 100. ازاي؟ جعلنا الكذب ملجأنا، احنا خبراء كذب والشيطان كذاب وابو الكذاب، احنا كده الشيطان راضي علينا قوي، يعني ولاده الكذابين هو كذاب يدخلنا جهنم، هو اللي معاه ابواب جهنم. طبعا غلط، معهوش حاجه هو، لكن ده الفكر اللي ناتج من عجز اليهود او عجز بني اسرائيل انهم يطيعوا الناموس، زائد عجزهم السابق انهم مش مطيعين كلام ربنا، لأن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش استترنا. فجاء الحل الرابع في نفس العدد اللي بعدي من رحمة ربنا عليهم، لما وصلوا إلى درجة السقوط والخراب والذبول والموت، لكي يذهبوا ويسقطوا إلى الوراء وينكسروا ويصادوا فيؤخذوا. حصل لهم ده في السبي طبعا، انه لاش تتغشفوا ان الحيط الهيكل اتحرى وكل حاجه خربت، وصلوا احنا فين واحنا مين واحنا بتوع مين واحنا ايه اللي حصل لنا ده؟ ايه اللي حصل لنا ده؟ فجاء الاعلان لكل من يسمع، لكل من يسمع الوعد القديم الذي كان لابراهيم،
وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الأمم. لذلك هكذا يقول السيد الرب: ها أنا ذا أؤسس. الوعد في الأساس، في الأساس. وبولس ياخد الحتة دي بقى ويغني فيها، ما هو كان ضد الأساس ده خالص زمان. قال لك لا أحد يستطيع أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع فيه من الله، من الأزمنة الأزلية. إن أساس الخلاص وأساس الحياة هو الرب يسوع المسيح، الله الذي ظهر في الجسد. ها أنا ذا، هكذا يقول السيد الرب: ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا. المؤتمر قبل الأخير أفتكر كان عن الحجر ده، حجر امتحان، حجر زاوية، كريما، أساسا، مؤسسا، من آمن لا يهرب. بعد كده بيكمل عن الحجر. احنا هنختم بالآية دي، بنفسرها فصصها كده ونختم اجتماع النهاردة، وناخد بقية التأملات عن الحجر الثلاثة الجاي إن شاء الله. حجرا أؤسس في صهيون. مين اللي أسس الحجر؟ ها أنا ذا. الله، الله أسس الحجر. إزاي؟ قال الملاك لمريم لما سألته كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا، قال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وجاء القدوس وكان هذا هو الحجر الذي رفضه البنون، قالها المسيح بنفسه الذي صار، طبعا المسيح بنفسه او بروح قدس كل واحد، بس انا بقول يعني من يعني المسيح نطقها بلسانه. الحجر الذي رفضه البنون قد صار راس الزاويه. طب هو اساس، هو اساس وهو راس الزاويه. يعني ايه اساس؟ يعني اساس حياه كل مؤمن هو المسيح، لازم نعرف كده، مش البلد ولا الاسره ولا الكنيسة ولا الطائفة، المسيح مفيش غيره أساس. أيوة مفيش غيره، مفيش غيره. نعم، لا لا، ولا بطرس ولا غير بطرس، المسيح هو الأساس مفيش غيره، وهو ده اللي بيتكلم عنه من الله لا يخلوه، لأن في جميع الكتب المسيح هو أساس، أساس الكتاب نفسه. تكلم يسوع مع تلميذيه عمواس عن كل ما كتب عليه في جميع الكتب، 39 سفر في العهد القديم تتكلم عن المسيح. ثم هو حجر الزاوية. حجر الزاوية ده في المباني زمان كان اللي بيتقاس عليه كل مدماك. يعني ايه؟ يعني مثلا دي طبعا خشب، لكن نفترض انها مبنية بالحجارة زي زمان. فحجر الزاوية المقاس هنا بتاعه مثلا نقول 13 إنش وربع زائد ثمن، أي حاجة. لازم كل بني آدم في كل حجر في المكان ده يكون نفس المقاس بتاعه. يعني إيه؟ يعني المؤمن لابد أن يكون بقدر إمكانه قياس قامة ملء المسيح. مش مؤمن مهزار، مؤمن شتام، مؤمن كذاب، ما ينفعش الكلام ده خالص. هو حجر الزاوية يقاس عليه كل الحجارة، يكون المدماك مظبط كده. ده زمان لما كنت في المعمار دي، لما كان يحبوا يجيبوا لي بنا ممتاز يقولوا لي بنا ايديه تتلف في حرير، وفعلا الاقي ايديه تلف في حرير. احنا بنبني بالطوب مش بالحجارة، يطلع المدماك كده ايه لما توزنه ميزان المية كله صح. ده المظبوط في المؤمنين والمسيح، ميزان المية كله مظبوط. يا رب ارحمنا وخلينا مظبوطين على مقاسك يا رب، يعني لا نحرق ولا نمرق، لا نتكلم كلمة زيادة ولا نخفي كلمة.
لكن يكون حياتنا كلها مضبطة عليك بقدر إمكاننا يا رب. طبعا ده هو الحامل كل حاجة، حاجة الزاوية ده اللي شايل البنا، شايل البنا كله على الأساس، وإلا ما بقاش فيه بنا. يعني لو واحد جرح حد حاجة الزاوية البنا خده وقع على طول. اه طبعا وكان ما فيش حل، لان كل الشعب ضايع كده. لو كان من ناموس بر يبقى ما كانش في داعي انك تعيش بالظبط. لا كان الحل زي ما جه هنا الحجر اللي رفضوا البناؤوس بالظبط بالظبط. يعني هو كام سنه بين الكلام ده وبين احداث الميلاد 2000 سنه فاتت تقريبا من إشعياء لينا. شكرا للرب. يبقى حجرا قبل حجر زاوية في حجر امتحان. ايه حجر امتحان؟ حجر امتحان ده اما الانسان يدخل الامتحان يحصل يسقط وينجح، مش كده ولا ايه؟ ولا في حاجه تاني؟ يا سقط يا نجح. فهو الحجر الذي يمتحن ايمان الانسان. إن كان الامتحان ينشئ حب في قلب الإنسان، محبة الله انسكبت في قلبنا أو انسكبت في قلوبنا بروح القدس، فصار الإيمان معجون بالمحبة، صح، بيرفكت، نجحت. نجحت ليه؟ لأن قلبك وقلبي بيرنوا مع بعض، بيتأملوا مع بعض. الحكاية مش مقدرة تفسيرية، لا، ياما مفسرين طبعا كل كلامه غلط، لكن في ناس كتير تمشي وراه، لكن مش الإمكانية التفسيرية معناها أنك مؤمن خالص خالص. أمال إيه؟ امتحان الحجر لقلبك، قلبك وقلب المسيح شغالين خلاص. فتشت ووجدت داود ابن يسى إيه؟ رجلا صمويل معرفهاش، هو ذا أمام الرب مسيح على الكبير العريض ده اللي اسمه الياب. أنت بتنصد العينين، ربنا خده براحة يعني. قال له الإنسان ينظر العينين أما الرب إلى القلب. أنت مش هتفهمها يا صمويل من الأخطر، مش هتعرف. التاني برضو قال له كده، اسكت بقى لغاية لما خلص الغلمان. هل كمل الغلمان؟ لا، ده بقى الصغار. قال له هات والأحسن ده عايز هترسي عليه، لأن ربنا قال لي واحد من ولادي ياسة بقى السبع ما جبتوش، بسرعة هاته. أول ما دخل هذا هو. إيه ده؟ القلب بيعرف القلب، القلب بيعرف القلب. إذا كان الواحد فينا يا أخي لما يروح لبيت يخطب ويكون ده نصيبه يحس بيه من أول لحظة، يبقى فرحان قوي، يقول لك ربنا أمر، ربنا أمر. فكم وكم الله طبعا عارف، بيعرف مين المؤمن الحقيقي ومين اللي بتاع الزفة شايل الزفة ده. كان أسس في صهيون حجرا، حجر امتحان، حجر زاوية كريما، كريم قوي، كريم قوي. هاتوا واحد عرف الرب معرفة حقيقية يقول ربنا ما كانش كريم معي، يبقى ما عرفش الرب خالص. أي مؤمن حقيقي عايش إيه؟ شكرا يا رب، حمدا يا رب، شكرا يا رب، حمدا. يا للعجائب اللي ورتهاني في حياتي، يا للعز اللي انا عايش فيه، يا بختي بيك يا رب. ليه؟ لان كريم قوي ربنا، كريم قوي. طب هاتوا لي واحد كده مع اولاده او مع مراته، ما هو المسيح ممكن يكون الخطيب وبعدين العريس ويكون الاب، هو الاب الابدي، الاثنين يعني علاقتين ينفعوا. وبخيل على عياله او بخيل على مراته، يعني ما لو عيلة هادية مستريحة لذيذة مش ممكن يحصل، يحصل زي الكلام ده ما يحصلش. ده الواحد لما نتخيل ان في لقمة واحدة في البيت، ما فيش حتى في البلد لقمة تاني، هيديها لابنه او لمراته، ما ياكلهاش هو، يقدر ياكلها ازاي؟ وفيه ابن اولاده او زوجته او مستحيل. ليه؟ ده من كرم ربنا علينا، كرم ربنا علينا كريما،
حجرا، حجر امتحان، حجر زاوية، كريما. آخر صفة بس دلوقتي بقى الثلاثة جاية بقى نفتح في الصفات. آخر صفة مكتوبة في العدد ده أساسا مؤسسا. يعني إيه مؤسسا؟ يعني إيه مؤسس؟ يعني الأساس ده واصل إلى أعلى السماء، لأن الأساس ده مؤسس من الآب. عشان كده استفانوس وهو بيموت رأى المسيح قائم عن يمين العظمة في الأعلي. فهو الأساس اللي ياخدك من هنا، هو السلم منصوب على الأرض، رأسه يمسك السماء، ياخدك من هنا على السماء طوالي. وانت عايش هنا في أيام جسم بشريتك لسه غريب في الدنيا، أنت تظهر جمال المسيح، تنادي بخلاص المسيح، تنادي بعمل المسيح، تنادي بعز المسيح. بس لحظة بقى ما تغمض عينك وألف مبروك عليك. يمكن عيلتك هنا بتبكي، أنت اشكر رب مش هتشوفهم بيبكوا. لا إيه الهبل دول بيبكوا عليه؟ هيصعب عليك إنه سامحني يعني مراتك وولادك عندهم جنان ولا إيه دول؟ بيعملوا إيه دول؟ ولغاية دلوقتي أنا ما أعرفش إزاي، أنا جربت الموت، مش بقول كده افتراضا، أنا في موت أمي وادي شادي هنا بيت أختي، أختي كانت معايا، ولما أمي ندهتني شادية مرات الدكتور راف دي أختي وهذا جوز أختي كأنه أخويا بالظبط، لكن ده كان شادية لسه ما اتجوزتش، فكانت معايا وكانت أختي سهام معايا وأختي صباحة معايا، أختي إخلاص كانت متجوزة وكان وقتها أفتكر في راح الرحلة مع جوزها وجات على طول تاني يوم يعني. المهم حسب ما أنا فاكر الكلام ده من سنة 70، فأمي ندهتني، أنا كنت نايم جنبها، فأنا كنت إيه اللي يعني اللي يعني بحبها جدا وهي بتحبني جدا وبتحب كل إخواتي طبعا، لكن أنا كنت نايم معاها في الأوضة وإخواتي في الأوضة اللي جنبنا ثلاث إخوات. قالت لي انده اخواتك يشوفوا طلوع الروح، هم لما تعبت، الكلام ده بين التعب وبين رقادها اقل من ساعه، ما كانتش عيانه خالص في الوقت ده. ففي دي اللحظه الاخيره بقى اللي قالتها لي كده يعني بعد نص ساعه ثلاث اربع ساعه، فروحت له سهام شاديه صباح تعالوا شوفوا ماما بتقول لكم تعالوا شوفوا طلوع الروح، وعشان فارق السن كبير فهم كانوا بيصدقوني بسرعه يعني. فقوم فعلا وماما قعدت، وكان خالي اللي هو أبو فاتن ماسكها بحضنه كده، وأنا الحقيقة بصلي اللي طلبت مني أصلي، طلبت مني أصلي مرتين أفتكر أو مرة واحدة مش فاكر، أو جايز أنا صليت من نفسي المرة دي، يا طلبت مني أصلي لما تعبت، وبعدين قالت لي مفيش فايدة، فأنا مش فاكر بالذات مرة ولا اثنين، فقلت أصلي أقول يا رب، أنا مش عارف إيه اللي حاصل فيا، أنا مش عارف إيه اللي حاصل في البيت. فقال لي قول أعطيها ساعة سهلة، ماما هتموت؟ خلاص حصل لي، أنا مذهول، يا رب أعطيها ساعة سهلة. إخواتي واقفين بيشوفوا المنظر مش شايفين حاجة خالص، وأنا مش شايف حاجة خالص. أنا بعد ما صليت وقفت، وخالي واخدها في حضنه كده، وفجأة في هدوء كامل نزلت كم رغاوي كده من بقها، دخلوا الإسعاف قالوا خلاص. دكتور فضل انا جاي لك برضه جه، قال لي خلاص، قلت له ماما توفت، قال لي اه. اول ما عرفنا انها توفت والدكتور فضل مشي والاسعاف مشي قعدنا نرقص. ليه؟ من كتر الفرح انها قالت تعالوا شوفوا طلوع الروح، يعني راحت فوق، راحت فوق. الغالي لما مات يقول ايه؟ رفع عينيه وهو في الهوية، يعني اترمى تحت فرفع عينيه وهو في الهوية. لكن لعازر حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، تعالوا شوفوا طلوع الروح، يا للحلاوة. فين بعد ساعة واتنين بيقولوا معزين، معزين مين اللي جاي؟ لازم تلبس جاي. يا عم مش هلبس حاجة. مهم أهو كده تصور، والناس بيعيطوا على اللي ماتوا في المسيح. تعيط ايه يا اخي انت؟
عدم إدراك الحقيقة. تصور يا أخي حاجة عجيبة. اللي هم الناس اللي مش يهود، ما الناموس ده كان اليهود بس، فربنا حاسب الناس التانيين ازاي؟ ربنا بيتعامل معاهم، فهم اطاعوا ما اطاعوش ربنا هيتعامل معاهم، لكن عهد الناموس كان بيتعامل بالناموس. والحقيقه كله اخطا الا من انعم عليها الله بالشفاء. برضه في ناس خلصوا بس بطريقه النعمه مش بطريق الناموس، الناموس ليس به خلاص. صدقني لو خاطي يقول بعض الشر، لكن المؤمن يقول هللويا اخرتها خير. من آمن لا يهرب. كم واحد مؤمن فينا؟ اعتقد كلنا، ما فيش داعي يرفع ايده. كم واحد بيهرب؟ تبقى جبان يا مؤمن. من آمن لا يهرب. تهرب من مين؟ تهرب من صرصار ماشي وراك، سواء اسمه مرسي اسمه مش عارف مين، مش مهم خالص. تهرب من مين؟ بولس يقول لك حاربت وحوشا في أفسس. هرب من مين بولس؟ من آمن، دي في إشعياء، في سفر إشعياء في العهد القديم. من آمن لا يهرب. ربنا حذر ارميا، كان واد ارميا عيل كده، قال له انا ولد، لا ما تقولش انا ولد، قال له اسكت تقولش انا ولد. فحذره ربنا، قال له عارف لو ارتعت منهم ساريعك، يعني لو اتخضيت حملك ارتياع، اوعى ترتاع، ده انت نبي الله. وربنا يبلغ رساله لكل ابن، اوعى تتخض، اوعى تخاف، اوعى ترتعب. من آمن لا يهرب. ينعم الرب علينا ولله كل المجد. تفضل يا اخي جورج.